يعني ما وجدت شيء يعين. كل إنسان له تجربة الخاصة، لكن مثل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي فيها فتوح عظيمة عظيمة عظيمة. وذكرت في الكتاب أن لا حول ولا قوة إلا بالله استطاع بها حملة الملائكة أن يطيقوا حمل عرش الرحمن، فكيف لا تستطيع أنت أن تحمل بها عرضا أو محاضرة أو كلمة بتلقيها، أن تقولها متيقن بأن لا حول لك ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما أبالغ في الاستعداد يا جماعة، أبالغ في الاستعداد وأبالغ في الأداء، يعني أبالغ في الاستعداد وأصير مادة عارفها وقايلها من زمان ومتخمرة عندي وما شعرت بأي قلق ولا كذا، ورحت إلى يعني المحاضرة وأنا لم أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم أتبرأ من حولي وقوتي، ولم أدعو الله سبحانه وتعالى في لحظة غفلة كثيرة والله يا جماعة، فيكلني الله سبحانه وتعالى إلى حولي وقوتي، فوالله يعني يسقط في يدي وأنسى وأتعثر وأتبهذل، والله يتبهذل. لذلك ترى أحيانا العجب أشد على الإنسان، أشد على الإنسان من الذنب. طاعات فتعجب بها أشد عليك من الذنوب التي تتحسر عليها، فهذه تكسرك وتعيدك إلى الله، وهذه تجعلك يعني تعجب بنفسك فيكلك الله عز وجل إلى هذه الأمور. ما أقصده يا أحبة أن أحد الفضلاء سألني مرة، يعني ما شاء الله عليه فتح له في أمر ما في تجارة، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، يطقها من هنا يفتح لها، يطقها من هنا يفتح لها. فكان يقول لي أوصني، فقلت له أوصيك بشيء واحد، أوصيك أن تتبرأ من حولك وقوتك دائماً،